أكد وزير الزراعة السيد القصير اهتمام الدولة بقطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي حظي خلال السنوات السبع الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية. وأشار وزير الزراعة خلال افتتاح معرض ومؤتمر الأهرام الزراعي أجروتاك في نسخته الأولى إلى أن عدد المشروعات المنفذة في قطاع الزراعة بلغ نحو 322 مشروعا بإجمالي أكثر من 40 مليار جنيه، بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقي والرأسي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.